دابا هاد الانتخابات الجهويه بعدا بالخصوص، لان بروكسل عندها الحكومه ديالها وعندها البرلمان ديالها، وكاينه انتخابات جهويه ديال البرلمان وديال الحكومه، انتخابات تشريعيه جهويه. المشكل الكبير اللي كيتعاني منه الناس هنايا خصوصا المغاربه هو قضيه ديال السكن. الانسان ما بقاش قادر باش يشري وما بقاش قادر باش يكري، الو شنو خصو يعمل؟ الحل الوحيد اللي كاين هو ان يكثر البناء، باش ممكن ان الدوله تعطي واحد لوفر ديال السكن يكون ناقص الثمن شويه في المتناول ديال الناس، سواء كان يا شراء يا كراء. اليوم في بروكسل باش تشري خصك 4000 الاورو من المترو، فين هي هاد العائله اللي غتقدر تصرف 4000 الاورو من المترو؟ مثلا السكنه فيها 100 المترو غتساوي لك 400000 الاورو، بمعنى اكثر من 400 مليون مغربيه. وإلا مشيتي للكرا وكانوا عندك غير ثلاثه د العواول ولا اربعه د العواول، راه ما كاينش اللي يكري لك، وعاد الثمن السومه الكرائيه غاليه بزاف، وبروكسل ما فيهاش الارض باش تبني. الى هذه الحكومه هذه اللي ما جا وهذا البرلمان اللي ما جا ما حلش هذا المشكل، شنو هو الحل ديالو؟ هو انك تبني كثر وتعطي لوفر من السوق كثر، باش كعلى الله الثمن يهود شي شويه، او يبنيو والدوله تكرين الناس بواحد الثمن ناقص، باش كعلى الله السوق اللي هو السوق حر ينقص الثمن ديالو. نعم، احنا كجاليه مقيمه بالخليج بلجيكا، الناحيه ديال الناس اللي كينتخبوا عليهم الحمد لله ما كان هنا يمكن ما محتاجينش بهم من ناحيه ديال في الصحه في الصحه ولا في المدارس وفي الشغل، هادشي هذا ما كنحتاجوهمش. حاله واحده يقدر يعاونوا لك الجاليه من ناحيه ديال السوسيال في منازل لي سوسيو السكن الاجتماعي. السكن الاجتماعي كان بزاف ديال الدراري هنا مساكن راه مضرورين كيقلبوا شكون عم يتعاونوا باي حال، ولكن مع الغلاء ديال الكراء ما كيبغي يتعاونوا معاه، ما كيجبروش شكون يتعاون مع الدراري هادو، الدراري موجودين هادو كيخصهم شكون يعاونهم. يعني هذه اهم المشاكل. هذه اهم مشاكل كنشوف، الخدمه موجوده تقلب تلقى، الخدمه موجوده من اي اسواق اللي قلتي بكثره موجودين، المساجد موجوده ما كاينش مشكل المساجد. الوضعيه القانونيه الحمد لله اللي عنده الورقه ديالو كيلحق كل شيء، ما عندوش مشاكل لا من الخدمه ولا الصحه بحال اللي قلت لك اول مره. اللي عنده الاوراق ديالو ما كيخاف حتى شي حاجه. الرساله وحده هي اللي كنوجهنا الناس اللي كنتصاخبوا عليهم، يحاولوا يشوفوا مع الناس هادو اللي كيفتشوا على السكن الاقتصادي. الناس اللي كنتصاخبوا عليهم يكونوا قراب للجاليه ويشوفوا المشاكل ديالهم اللي عندهم هنا وفي المغرب كذلك. الملك ما كيجبروش شكون يعاونوهم في المغرب بزاف. بحال الناس كيتشري في المغرب وكينصبوا عليهم ما كيجبروش شكون يعاونهم تماك. وحنا كمغاربه مقيمين بديار بلجيكيه كنتظروا خصنا هاد الحكومه اللي غادي تنجح دابا. حنا الحمد لله كنجتمعوا كاملين باش نساندوا بعضيتنا هنايا، باش نعاونوا بعضيتنا ونكونوا كقوه واحده. وحنا كجمعيات كنمثلوا جمعيات هنايا، بحال حنا هنايا نهضة بروكسل، لا غونيسونس بروكسيلواز، ولا جميع الجمعيات كنتعاونوا مع بعضيتنا باش نساندوا واحد الحزب اللي غادي يكون دائما اللي قريب للجاليه المغربيه، قريب لنا وكيسمع الهضره ديالنا وكيجلسوا معنا. وحنا ما كنخبيوش، حنايا مع بارتي سوسياليست دائما كنساندوا بارتي سوسياليست، لان هما اللي كنشوفوهم قرابين لنا وكيسمعوا وكنجلسوا معاهم، كنعملوا معاهم اجتماعات لا رياضيه ولا ثقافيه، وكنطلبوا من المرشحين خاصه المغاربه يساندونا في رياضيا ولا ثقافيا، ولا الشباب اللي مثلا ما عندهمش الاوراق
الشباب اللي عندهم صعوبات في العمل اللي ما كيبقاوش خدمه. حنا كجاليه مغربيه موجوده مقيمه هنا بالديار البلجيكيه وبالاخص بمدينه بروكسل، غنتكلم شويه على الموضوع ديال السياسيين المغاربه اللي هما كي الحمد لله كاين كثار ومتمكنين نورمالمون زعما يسون بري وهذا يسون مزيانين وكذا. شنو هو المشكله عندنا شويه بان كيعطونا بعض الوعود اللي ما كيابليكوهاش اون فان ديال هذا ملي كيطلعوا حنا كنساعدوهم وهذا حاولوا حنا كنصوتوا على الرجال السياسيين المغاربه اللي هنايا وحنا اللي كنتمناو منهم انه يسمعوا لنا شويه ويساعدوا. كاين بزاف ديال كاين الناس اللي بدون اوراق اللي بعض النوبة. هذه نقطه مهمه لان كاين بزاف ديال الشباب ديالنا ساكن بدون اوراق هنايا وطموحين وكاين دراري اللي عندهم ان تري بون نيفو في المغرب تبارك الله عليهم سي با نامبوكو ومستعدين باش يشتغلوا وهذا كيجيبوا ذاك المشكل دائما. حنا كنحاولوا كنتمناو منهم في البارلمون في البرلمان يتكلموا على هذه النقطه ديال المغاربه الموجودين هنا اللي كنتمناو لهم بان يساعدوهم في الاوراق ديالهم ويساعدوهم بشكل ماشي يعملوا الاوراق ديالهم. والله العظيم كاين الشبابيه هنايا اللي حنا كنتاسفوا ملي كنشوفوا الشبابيه ديالنا ديال 20 سنه 30 سنه عادي في وضعيه مزريه. وبالنسبه في التعليم وهذا بون سي با ما بقاش التعليم كيف كان قبل. كان هذيك كنتمناو منهم حتى يعملوا حتى هما دي زيفو في القضيه ديال ليزاكتيفيتي ديال ليزاكتيفيتي شكون الانشطه للدراري ويحاولوا دائما يعملوا لهم يزيدوا لهم كاين شويه بالحق يزيدوا لهم باش حتى الشباب ديالنا ما يبعدوش على الطريق. Thank you.